التشريعيه والاساسيه اللي هي لتحسين مراحل الصوره جيد الاعمال، وطبعا التمويل والحصول على تمويل سواء تمويل طويل المدى، تمويل اللي هو يدعم هذه التنميه وطموحاتنا زي ما حضرتك قلت على ان يكون في دور اكبر في القطاع الخاص. فبالتالي تحركنا بتشريعات عديده لتحسين كل منظومه التمويل بالاخص طبعا اللي بيخص الوزاره القطاع المالي الغير مصرفي. وعايزه برضو اشير ويعني اقول ان انا يمكن في اول اسبوع شايفه الدكتور شريف سامي متواجد هنا معانا، اول اسبوع تواجدنا هنا من الوزاره الدكتور شريف سامي جالي وجاب لي قائمه من التشريعات اللي كان بناء على طبعا لقاءات وجلسات مع ممثلين من السوق ومن الجهاز المالي غير المصرفي. وبالفعل اتحركنا سريعا، عملنا برضه لقاءات عديده مع ممثلين من السوق، والاسواق كلها مختلفه. احنا بنتكلم مش بس على البورصه والاسواق، ولكن التمويل التقسيم، التمويل العقاري، التمويل المتناهي الصغر. وبالفعل تقدمنا للوزراء دوله رئيس الوزراء بهذه التشريعات وتحركنا سريعا فيها. ومؤخرا بالفعل قانون الثروه السلميه، وقبليها كان في قرار من وزاره الرئيس اصدره برضه اللي يخص كل التعاملات في البورصه. ومن اهم محاور هذه الوزاره التشريعيه ان هي يعني ادوات واليات جديده ماليه للسوق. بالفعل احنا معانا الدكتور محمد فريد، اكيد هو هيتكلم باستفاضه عن هذه الادوات، وفي تنسيق كبير مع الدكتور محمد عمران في هيئه الرقابه الماليه، وان شاء الله هيكون في ادوات كتيره هتكون متواجده في السوق الفتره القادمه، لان احنا برضه حريصين على دعم من ناحيه التمويليه. حضرتك ذكرت موضوع الطروحات، واحنا عارفين طبعا تعميق السوق وتعميق البورصه طبعا الطروحات هيكون لها دور كبير. وبالفعل كان في لقاءات عديده مع الوزير خالد، جزء كبير منها هيكون من الشركات قانون الثلاثه. وبالفعل هو بيتحرك سريعا في لقاءات مع جمعيات عموميه ومع برضه الشركات ورؤساء الشركات، بنشوف جاهزيه هذه الشركات وايه اللي موجود. وفعلا زي ما حضرتك قلت هي الاستراتيجيك اوفرنجز دي هتكون كمان اسرع واسهل، فدي هتتحط من يعني في اول قائمه ان شاء الله في الفتره القادمه. بس يعني عايزه بس اكد ان في التزام الحكومه لمشاركه اكبر القطاع الخاص واتاحه افضل سبل التمويل، وبالفعل اتنضعت برضه بقى. ممكن احب اعلن عن كان في لقاء الاسبوع اللي فات مع الدكتور محمد عمران، الدكتور محمد فريد، والاستاذ محسن عادل ومستشاري القانونيين من الوزاره، ان احنا بنعد استراتيجيه بتخص برضه الشان المالي والقطاع المالي الغير مصرفي، ازاي ان احنا نكون دور اكبر في الفتره القادمه في دعم الاقتصاد ده. شكرا.